السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وفق من شاء لخدمة كتابه عز وجل، وأعان من شاء على إظهار ما خفي على كثير من المتعلمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعنا معهم إلى يوم الدين. أحبتي في كل مكان، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم بهذا الحب في الجنة. أحبتي، عنوان هذه الحلقة: كيف نتذوق حلاوة القرآن؟ أحبتي، والله ما انشغل أحد بآي القرآن إلا وقد ملأ التوفيق حياته وأيامه، ولا أقبل عبد على كتاب الله تعالى إلا وقد أصبح الخير يتسابق إليه من كل فج عميق. فإذا أردت أخي الانتفاع بكلام الله تبارك وتعالى، فتدبر واعمل بآي القرآن، يزيدك الله خيرا ونورا وتوفيقا. قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. أحبتي، كنا تكلمنا في لقاءات ماضية عن الأسباب التي من أجلها هجرنا تدبر القرآن، وقلنا أن السبب الأول التي من أجلها هجرنا تدبر القرآن هو الذنوب والمعاصي. عاوزين بقى نرجع للكشكول بتاعنا، فاكرين لما قلنا يبقى معانا كشكول ورقة وقلم ونسجل كده ونكتب ورا بعض عشان نبدأ نذاكر مع بعض إن شاء الله. يبقى السبب الأول كما ذكرنا هو الإصرار على الذنوب والمعاصي. فإصرار العبد على الذنب وارتكابه إياه من أعظم الأسباب التي تحول بين القلب وبين تدبر القرآن الكريم. وقلنا أن انهماك الجوارح في الذنوب والمعاصي يعطلها عن تدبر القرآن الكريم، لا سيما التي لها اتصال مباشر بوسائل وأدوات التدبر كالقلب والأذن والعين أي النظر واللسان وإلى غيره من الجوارح. لذلك قال الإمام ابن القيم في كلام: تأثير الذنوب في القلب كتأثير الأمراض في الأبدان. نعم أخي، فالتقوى هي زمام ذلك. وكيف يحصل الإنسان على التقوى؟ لأن التقوى سفينة نجاة، التقوى سفينة نجاة يوم القيامة. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. اللهم ارزقني وإياكم التقوى. وتقوى حبيبي في الله لا تأتي إلا بالخوف من الله، كما قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أخي، هو طريق واحد ليس غيره طريق، إما أن ينتهي إلى جنة وإما أن ينتهي إلى نار، أعاذنا الله وإياكم من النار. فلن تنجو من عذاب الله إلا بأمرين، لن تنجو من عذاب الله إلا بأمرين: الأول الخوف من الله تبارك وتعالى، الثاني مخالفة هواك. نعم، وأما من خاف مقام ربه، يبقى دي الأولى، ونهى النفس عن الهوى، تكون النتيجة، فإن الجنة هي المأوى. قال الفضيل رحمه الله: أفضل الأعمال مخالفة الهوى، أفضل الأعمال مخالفة الهوى. اللهم ارزقني وإياكم الفردوس الأعلى من الجنة. طيب، واحد بيسأل: طب واللي فات؟ أنا هبدأ من اليوم أتقي الله وابعد عن الذنوب والمعاصي، لا سيما التي لها اتصال مباشر بأدوات ووسائل التدبر. طب واللي فات؟ وأما ما مضى من عمري، إليك هذه البشرى، إليك هذه البشرى، أحسن
فيما بقي من عمرك، أحسن فيما بقي من عمرك يغفر الله لك ما مضى. الله أكبر. أحسن فيما تبقى من عمرك يغفر الله لك ما مضى. أنت تتعامل مع رب غفور كريم، أنت تتعامل مع من عرض التوبة على الكفار وفتح طريق الرجعة أمام الفجار وأمهل بكرمه الأشرار، أنزل بالعفو كتبه وسبقت رحمته غضبه. اسمه التواب، اسمه التواب. ولو لم تذنب لما ذكر هذا الاسم في الكتاب. فأحسن فيما بقي من عمرك يغفر الله لك ما مضى من عمرك. أحبتي، يبقى السبب الأول الذي من أجله هجرنا تدبر القرآن، نحفظ مع بعض ونكتب مع بعض: واحد، الإصرار على الذنوب والمعاصي. اثنين، الأقفال التي على القلوب. الأقفال التي على القلوب. كل من قرأ القرآن ولم يتذوق حلاوته وطلاوته ولم يجد في قلبه إقبالا على الطاعة وحبا لها ولم يفهم مراد الله تبارك وتعالى حق الفهم، فليعلم أن على قلبه أقفالا. يبقى ثاني سبب، الأقفال التي على القلوب. ثالثا، انشغال القلب. انشغال القلب. فالقلب اللاهي هو القلب الغافل المنشغل بدنياه، الغارق في مطالبه الدنيوية وهمومه المعيشية. فهؤلاء يستمعون القرآن بآذانهم ولكن لا يصل إلى قلوبهم. قال تعالى مبينا هذا المعنى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم. الآيات. فالقلب المشغول عن القرآن بغيره لا يتأثر أبدا به ولا بآياته. فالقلب المشغول بغيره أي من القرآن لا يتأثر بالقرآن. لماذا؟ لتشعبه في أودية الدنيا. وانصراف القلب إلى طلب الدنيا أو طلب المال أو امرأة يحبها أو شهوة يستمتع بها، كل ذلك يحول بين القلب وبين تدبر القرآن الكريم. لذلك من أعظم ما يصد القلب عن تدبر القرآن تعلقه بشهوات الدنيا. سلم يا رب. فلماذا أخي تحمل فوق رأسك هموم الكرة الأرضية؟ كثرة الانشغال. ساكن في عمارة عامل نفسك رئيس اتحاد الملاك، الشارع اللي انت ساكن فيه عامل نفسك شيخ الحارة، في العمل مسؤول عن صندوق الزمالة وصندوق المشاكل، في العيلة كبير العيلة وكل حاجة يجري، كل مناسبة يجري. تخفف من انشغالك، تفرغ واعطي للقرآن وقتا ولو قليلا حتى ينشرح الصدر، حتى تستمتع وتتذوق حلاوة القرآن. تخفف من همومك المعيشية. كده ثلاثة، انشغال القلب. أربعة، ها بنكتب مع بعض وليه الأخبار. احنا قلنا واحد، الإصرار على الذنوب والمعاصي. ثانيا، الأقفال التي على القلوب. ثالثا، انشغال القلب. رابعا، الجهل باللغة العربية. أنزل الله القرآن بلسان عربي مبين، كما قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين. لماذا أنزل الله القرآن
بلسان عربي مبين، لأن اللغة العربية هي أفصح اللغات وأبينها وأكثرها وصفا للمعنى وأكثرها وصولا للقلب. لما نشوف بقى الأفلام العربي والدموع اللي نازلة وتأثر القلب بالكلمات الرقيقة. لذلك الكلمات العربية هي سهام تخترق إلى القلب وتصل إلى القلب. لذلك من يسمع القرآن بقلبه لابد أن يهتدي، لابد أن يهتدي، لأن اللغة العربية مع حلاوة القرآن مع طلاوة القرآن تهدي القلب. إيه وربي تهدي القلوب. نعم طبعا احنا بنتكلم اصلا في كلامنا عربي مكسر الا من رحم الله. احنا بنسمع يا جماعه مصطلحات عجيبه جدا بين الشباب بتدل على اصلا عدم وجود لغه بالكليه، فضلا بقى اللي بيقعد يتكلم كلمات عربيه مع كلمات انجليزيه. وانت يا اما تتكلم عربي يا تتكلم لغه انجليزيه، فدخول بعض المصطلحات العربيه مع بعض المصطلحات الانجليزيه لا يعد اعتزازا بلغتك، بلغة القرآن. فاعتز أخي ولابد أن تتمسك بلغة القرآن، لابد أن تعتز بلغتنا العربية، هي لغة أهل الجنة. نعم يبقى أربعة الجهل باللغة العربية. لذلك من ترك تعلم اللغة العربية ترك تدبر القرآن الكريم. خامسا هجر كتب التفسير. كل من هجر كتب التفسير ولم يفهم مراد الله تبارك وتعالى من خلال قراءته للقرآن لا يستمتع بقراءته ولا يصل إلى مرتبة التدبر وإلى فهم المعاني. لذلك نقول لمن يقرأ القرآن وليكن معك التفسير دائما، اسمع أو اقرأ وافتح التفسير، افتح بلاش التفسير، معاني كلمات القرآن افهم يعني ايه والذاريات ذروة والحاملات فالحاملات وقرا، يعني ايه والمرسلات عرفة، يعني ايه والذاريات ذروة. طبعا في الحلقات الماضية لما اتكلمنا في بعض الصور وبينا المعاني قلنا والنازعات غرقا والناشطات نشطا، قلنا ان دي ملائكة، كل ملك موكل بوظيفة. فانت عرفت من خلال متابعتك للبرنامج بتاعنا ان النازعات والناشطات أسماء ملائكة. لذلك لابد من الرجوع إلى كتب التفسير لفهم معاني الكلمات. الإمام جرير الطبري عليه رحمة الله هو إمام وشيخ المفسرين، قال إني أعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله ولا تفسيره كيف يلتذ بقراءته، كيف يلتذ بفهمه بفهم معانيه. نعم فهجر كتب التفسير يعد هجرا لتدبر القرآن الكريم. فضلا يعني لما تكون بتقرأ القرآن ولا تفهم المعنى وتبدأ تفهم الكلمات على ظاهرها هتبدأ تتعلم خطأ وتفهم القرآن خطأ، بل ممكن تتكلم وتدعو إلى هذه الآيات بطريقة خاطئة. مثلا قال الله تبارك وتعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. يشري هنا يظن الظان أو اللي ما تعلمش أو اللي ما فهمش، يشري بمعنى يشتري، ولكن يشري هنا بمعنى يبيع، ومن الناس من يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله. وقال تعالى في مثال آخر وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. رجالة مش الرجال اللي هم الذكور، لا لا، رجالة هنا بمعنى يأتوك على أقدامهم مترجلين وليس بمعنى رجالة اللي هم الذكور. قال تعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. اللي يسمع ياخد المعنى الظاهر للآيات يقول إيه، هي السماء هي اللي أذنت لربها؟ حاشا وكلا. أذنت هنا بمعنى إيه يا جماعة؟ بمعنى خضعت لله، تذللت لله تبارك وتعالى. كده أحبتي
أخذنا خمسة من الأسباب التي بسببها هجرنا تدبر القرآن الكريم. هنبدأ إحنا إن شاء الله ناخد اتصالات عشان نقرأ النهاردة مع بعض سورة الانفطار، ونستمع لكل أحبابنا وكل مشاهدينا من السادة المشاهدين. نبدأ أستاذ أيمن، استأذنك تبدأ ناخد اتصالات. يبقى إحنا يا جماعة قلنا خمسة من الأسباب التي من أجلها هجرنا تدبر القرآن الكريم. أولا الإصرار على الذنوب والمعاصي، ثانيا الأقفال التي على القلوب، ثالثا انشغال القلب، رابعا الجهل باللغة العربية، خامسا وأخيرا نقول مع بعض هجر كتب التفسير. نعم، هيتبقى لينا عنصرين. العنصر الأول التنطع في قراءة القرآن الكريم وقراءته بالمقامات الموسيقية والألحان، وده هيكون لي حلقة مستقلة بعنوان حكم قراءة القرآن بالمقامات الموسيقية والألحان. أخيرا وسبعة جعل القرآن للمآتم والأحزان، جعل القرآن للمآتم والأحزان. أستاذ أيمن معنا اتصال. السلام عليكم أستاذة فاطمة. حاجة فاطمة السلام عليكم. الله وبركاته. يا مرحبا، أهلا وسهلا، اتفضلي نقرأ سورة الانفطار. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأحضرت وأخرت. ما فيش مادة هنا يا فاطمة. اتفضلي. علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم. جزاك الله خير يا فاطمة، بارك الله فيك، وشكرا على اتصالك وشكرا على هذه القراءة. عايز بس انبه على حاجة مهمة يا فاطمة، انت وكل السادة المشاهدين، يا جماعة المد الواجب المتصل اللي هو اللي تتصل فيه الهمزة مع حرف المد في كلمة واحدة لابد من مده أربع حركات على الأقل، هو أربعة أو خمسة، وإذا تطرف همزه ووقفت عليه يجوز أن تقف عليه بالمد ست حركات، إنه هيبقى من قبيل المد العارض للسكون. لذلك يا جماعة المد الواجب واجب، ما ينفعش امده اقل من اربع حركات، فبقول شاء وهكذا. معانا استاذه ايمان. حاجه ايمان السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا يا حاجه ايمان. ان الابرار لفي نعيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا عن الناس يستخفون. يا حاجة إيمان، احنا في سورة الانفطار، ربنا يبارك فيك. سورة ايه؟ الانفطار سورة الانفطار. إن الأبرار الانفعيم اللي في الانفطار مش اللي في المطففين. أحسنتي. تفضلي. قدمت يعني الآية 13 في سورة الانفطار. صفحة 587 لو سمحت. صفحة 587. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الآية 13 حجة إيمان، الآية 13. الآية 13. يلا اتفضل. الأبرار التي نعيه. نعم. الفجار التي جحيم. يصلونها يوم الدين. يصلونها. يصلونها يوم الدين. وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين. ثم أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. الأمر يومئذ لله. أحسنت يا حجة إيمان، بارك الله فيك. معنا أخونا أحمد، السلام عليكم يا أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا يا شيخ احمد، اتفضل. اول الانفطار يا حبيبي، اتفضل. من اول الانفطار حضرتك؟ اه اتفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. أحسنت يا شيخ أحمد، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك. قراءة طيبة وأحكام طيبة، وسعدت باتصالك وتتصل بينا كل أسبوع إن شاء الله. انتبه بس يا شيخ أحمد حبيبي، التاء انفطرت، الهمس بتاع التاءات في كل الكلمات، بارك الله فيك. معنا اتصال أستاذ أيمن. السلام عليكم. أستاذة سمية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا، اتفضلي نكمل. ان الابرار. اهلا بحضرتك يا شيخ. الله يرضى عنكم يا رب. ان الابرار لفي نعيم. ان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الابرار لفي نعيم. وان الفجار لفي جحيم. يصلونها يوم الدين. وما هم عنها بغائبين وما مدي سمية. أدراك. نعم. المد المتصل الواجب مدي أربع حركات. حاضر يا فندم. على فكرة مش عيب إن احنا نعد على صوابعنا المد. أنت عارفة لو كنت بتفرج على المشايخ زمان اللي هم القراء يعني بيبقى حاط إيده كده وبيعمل كده وبيعمل. نعم. كده هو مش بيلعب بيانو على فكرة. تخيلي هو. نعم. رغم ان هو يعني ما شاء الله وصل درجه عاليه جدا من العلم، ولكن بيعد المدود بايده كده. نعم. فعدي المد على صوابك لحد ما يبقى عندنا حساسيه المد. اتفضلي، بارك الله فيك. حاضر يا شيخ. حاضر. وما هم عنها بغائبين وما ادراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. أحسنتي أحسنتي يا سمية، ما شاء الله قراءة طيبة وأحكام طيبة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. عاوزين يا جماعة ننتبه لمسألة مساواة المدود. لو أنا بقرأ المنفصل أربع حركات يبقى في كل قراءتي أربع حركات، لو بقرأه حركتين بالقصر يبقى في كل قراءتي حركتين، كما قال الإمام ابن الجزري واللفظ في نظيره كمثله. معنا اتصال. السلام عليكم.
دايما معانا مين؟ استاذ محمد، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. وكن اجر يا شيخ. اتشرف، اهلا وسهلا، يلا من اول الفطار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا السماء انفطرت. مد يا محمد. مد اربع حركات. انفطرت. محمد سامعني؟ أبي. إذا السماء انفطرت. مد أربع حركات. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتصرت. مش وإذا البحار فجرت. تمام. وإذا القبور بعثرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. بارك الله فيك يا محمد، شكرا على اتصالك وجزاك الله خير على كلامك الطيبة. نهتم بس واحنا بنقرأ عدم قلقلة الحروف، الحروف المقلقلة هي قطب جد أو قطب جد، يبقى الخمس حروف دول بس اللي أنا بقلقلهم، باقي الحروف بدون قلقلة. معنا مين استاذ ايمن؟ السلام عليكم. الو، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الو. اتفضل، مرحبا. الله مع حضرتك. مين معنا؟ الله. يا مرحبا، اتفضل اخونا الكريم. ابدا من اول الانفطار. أول الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم. وإن الفجار لفي جحيم. يصلونها يوم الدين. أما هم عنها صراحا وما أكثر ما يوم الدين فما أدرك ما يوم الدين يوم لا تملك يوم لا تملك يوم لا تملك أحسنت. والأمر يومئذ لله. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، يعني ما شاء الله مجهود مبذول في قراءة القرآن. معنا أخونا عامر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا شيخ عامر، اتفضل. الله يبارك فيك. يلا نبدأ من أول السورة حبيبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. ما شاء الله. وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. أنت بتقرأ بالقصر يا عامر ولا بالتوسط؟ لا بالقصر. يلا أحسنت، كمل يلا. يا أيها الإنسان، تفضل. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك. الذي خلقك فسواك فعدلك. أحسنت.
في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. أحسنت يا أخونا عامر ما شاء الله، يعني أنا مبسوط جدا من قراءتك، قراءة طيبة وأحكام طيبة ما شاء الله وأداء ممتاز. خلي بالك بس في المد الطبيعي، إحنا لما بنقصر مش بنبطر المد بالكلية، لما أقول في أي ما أقولش في أي، لا في أي في، يبقى مد حركتين مد طبيعي. أحسن الله عليكم ما شاء الله قراءة طيبة عامر، وسعيد جدا باتصالك. أستاذة سهام معانا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، أهلا وسهلا، اتفضلي. أهلا بحضرتك. من الآية 13 إن شاء الله؟ من أول آية 13. إن الأبرار لفي نعيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم لا أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني أختنا سهام ما شاء الله قراءتها طيبة وأحكامها طيبة، وأسأل الله أن يبارك ويتم عليك حفظ القرآن وأن ينفعك بالقرآن وكل السادة المشاهدين. معنا مين؟ حاجة أحسان، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على السلامة يا حاجة أحسان، أهلا وسهلا. الله يسلمك، ما بديش معايا يا شيخ سيد. اتفضلي يا حاجة أحسان، اتفضلي. أبدأ من أول الصورة إن شاء الله؟ من أول الصورة، مرحبا، اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما ضرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ما شاء الله يا حاج احسان، اللهم بارك. الأبرار لفي نعيم. حسبك، يلا نقف لحد هنا، ربنا يبارك في عمرك، اللهم بارك، قراءة طيبة. وما شاء الله يا حاج احسان مستوى حك ما شاء الله تقدم، وبقيتي تقرأي ما شاء الله بالأحكام والوقفات، ربنا يرضى عنك يا رب. معنا اتصال، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. معنا ماريا، تفضلي يا ماريا. السلام عليكم يا ماريا. عليكم السلام ورحمة الله شيخنا. مرحبا، مين معايا؟ ماريا معاك يا شيخنا، أتكلمك إن شاء الله. يا مرحبا يا ماريا، أهلا وسهلا. تقرأ من أين يا شيخنا؟ الله يرضى عنك حبيبي، جزاك الله خير، ربنا يبارك في بنتك يا رب، كل أولاد المسلمين. يلا ماريا تفضلي. إن الأبرار لفي نعيم. من أول فين يا شيخنا إن شاء الله؟ الآية 13، إن الأبرار لفي نعيم. إن الأبرار يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس شيئا الأمر يومئذ لله.
ما شاء الله يا ماريا، أسأل الله أن يبارك فيك وفي والديك وأن يبتك نباتا حسنا. شكرا على اتصالك وشكرا لوالدك على محاولته أنه يعني ما شاء الله يعرضك بصوتك الطيب ده. مين معانا أستاذ أيمن؟ السلام عليكم. معانا الشيخ محمود، أستاذ محمود تفضل. السلام عليكم أستاذ محمود. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل، أهلا وسهلا. محمود معك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتصرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. شكرا أستاذ محمود على اتصالك وربنا يبارك فيك. وطبعا يعني لازم اقول لك نصيحه، ان انت تتابع معانا برنامج تعلم التجويد والقران اللي هو من السبت للثلاث مع الشيخ اشرف عامر، ربنا يبارك في عمره. ولازم تعلم احكام التجويد لان القران يقرا باحكامه. احبتي، قرانا في الاسبوع الماضي او قبل الماضي سوره التكوير، والنهارده سوره الانفطار. سوره التكوير والانفطار والانشقاق من السور التي فيها نصوص شرعية. قال صلى الله عليه وسلم، طبعا سورة التكوير مكية نزلت بعد سورة المسد، وسورة الانفطار مكية نزلت بعد سورة النازعات. سياق الآيات في الثلاث سور بيدور في تقرير عقيدة البعث والجزاء التي أنكرها المشركون. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة رأي العين فليقرأ إذا السماء انفطرت، إذا الشمس قويرت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. فسورة الانفطار احتوت على أربع أحداث، منها ثلاثة في الدنيا وواحدة في الآخرة. يعني وقت البرنامج كنت عايز أكمل معاكم إن شاء الله، نكمل الأسبوع القادم الوقفات التربوية وهداية الآيات من سورة الانفطار. في نهاية هذا اللقاء الطيب المبارك أتوجه بكل الشكر والتقدير إلى حضراتكم جميعا على حسن الاستماع وعلى حسن المتابعة وعلى اتصالكم جميعا، كما أتوجه بكل الشكر والتقدير إلى إخواني وأحبابي في قناة الندى على مجهودهم الرائع في نقل هذا اللقاء الطيب المبارك. أحبتي في كل مكان، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.